يعني انا امنيه حياتي العوده للمسلسلات ال 15 حلقه. هي طلعت فتره موضه في رمضان ما فيش يعني ملحقتش. لا ما هو 15 حلقه او 15 حلقه لكن لا حسنش. اعظم الاعمال الناجحه كانت ال 15 حلقه مكثفه بالظبط. لا وفاكره السهرات التلفزيونيه الحاجات دي فين؟ ما اعرفش والفيلم التلفزيوني فين ده؟ ممكن عشان التلفزيون بطل ينتج اتحاد الاذاعه والتلفزيون زي ما بيقولوا في الانعاش. ما هو بصي كتر خيره قوي 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 لانه متحمل فوق طاقته. يعني عدد الـ 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 الناس والمديونيات والموضوع صعب صعب قوي طبعا. لا نحمله يعني. لا ما يعني بقى ربنا ان شاء الله بالظبط يحلها من عنده. بس ده شيء بنحزن عليه لان ده تاريخك طبعا. يعني هو ده التاريخ. انا فاكره كويس قوي ما رحت استوديوهات وفاكره كويس قوي في التلفزيون. ويا سلام كنا نتمنى نروح نصور في التلفزيون وبرامج والاذاعه كان حاجه كبيره جدا. صحيح هيجي له دور ده فن ارتجالي مش مسرحية كاملة. على فكرة نوع من أنواع الفنون يعني معلش ما أنا دارسة فنون مسرحية وفاهمة في حاجة اسمها ارتجالي ده نوع من أنواع الفنون. إيه المشكلة يعني؟ وبعدين ما أنت كمان قيس الفكرة أنت كل أسبوع مش كده بتقدم روايتين اديني وقت أعمل بروفات اديني وقت عشان أكتب نص إزاي ناجح ولا فاشل؟ ناجح طبعا بس غزوه لازم كل حاجه نخربها عشان ناجحه وكله طلع يقلده. بس وبعدين على فكره الكوميديا من اصعب انواع الفنون.